السلام عليكم، شلونكم؟ شلون الصحة؟ وياكم حمزة عبد الأمير. حنكمل الأمثلة مال تشابتر 12، وصلنا ل 12.5 اللي يحكي على الباي باس كالكوليشن. عندي هنا منظومة دي يفصل بها ايزو بنتان بديستليشن تاور، فعندك انت فد فيد بيوتان فري بي نورمال بنتان وايزو بنتان 28%، دي يتفرع من عنده فرعين، جزء من عنده اللي هو الاكس دي يطب للايزو بنتان تاور واللي هو ديستليشن كولوم، والجزء الاخر ده يصير باي باس ده يمتزج مع الناتج من الديستليشن كولوم والبوتوم. طبعا مثل ما نعرف النسب اللي موجوده هنا هي نفس النسب هنا، هي نفس النسب هنا، لانه عرفنا انه التفرع يحتمل نفس النسب بس الكميات تختلف. فاريد اعرف كميه الاكس مال اللي المواد اللي تطب عندي بالديستليشن تاور. فاول شيء طبعا راح اجي هنا التفاعل، العفو، المنظومه مالتي كلها ما بيها تفاعل، فراح اجي اسوي الماتيريال بالانس عادي، وشي اسوي اوفر اول ماتيريال بالانس لكل المنظومه. هذا الان يساوي الاوت من هنا ويساوي لنا الاوت من هنا، ف 100 يساوي لنا الاس هذا زائد البي. بعدين راح اسوي بالنسبه للنورمال بنتان، هنا النورمال بنتان 80%، ف 80 في 100 80% في 100 يساوي ان هنا ماكو نورمال بنتان، فقط ايزو بنتان، فلذلك الزيرو كميه النورمال بنتان زائد كميه النورمال بنتان الموجوده هنا بالبرودكت اللي هي 90% 0.9 في البي تنحل. طبعا راح يطلع لك البي، ومن ثم تعوض بالاوفر اول ماتيريال بالانس راح تطلع الاس. هسه راح اريد الاقي الاكس هنا بكيفي، وين ما يعجبك سوي ماتيريال بالانس سوي، معلومات خير من الله. راح اسوي على الديستليشن تاور فقط، فالداخل هذا يساوي الاوت هذا زائد الاوت هذا. هنا الداخل طبعا نسبه قلنا نفس هاي النسب بس الكميات تختلف. فراح نجي نسوي ماتيريال بالانس، اول شيء اوفر اول الاكس هو الداخل التوتال يساوي لنا الاوت هذا واللي هو طلعت كميته نفسه الايزو بنتان زائد الواي، صارت عندي المعادله رقم واحد. ونقدر نسوي معادله ثانيه للنورمال بنتان هماتين على الديستليشن فقط، اقول كمية النورمال بنتان هنا واللي هي 0.8 في الاكس راح يساوي لي كمية الواي، هنا ماكو نورمال بنتان بس ايزو بنتان، ويساوي لي هنا نورمال بنتان ده يقول 100%. احل المعادلتين اثنيناتهم سوا ويطلع عندي الحل الصحيح. حل اخر ممكن اذا تريدون تسوون ماتيريال بالانس على هذا المكسر، فاقول الان مالته هذا زائد هذا يساوي الاوت اللي هنا. طبعا الان مالت هذا اللي هو الواي بس نورمال بنتان هذا التوتال، والان مال هاي المواد اللي هو في الحقيقه جاي منا انا ماتيريال بالانس اسوي هنا حتى اطلع الاوت من هذا المكسر وادخله بالمكسر الثاني، او شو اقول مبينه 100 ده تروح جزء من هنا وجزء من هنا. هاي كم ايش قد تساوي؟ تساوي 100 ناقصها الاكس بديهيه، ويساوي لنا البرودكت اللي هو 88.9. واسوي بعدين ماتيريال بالانس للايزو بنتان على المكسر، هنا ايزو بنتان اكو، هنا ماكو ايزو بنتان بالبرودكت اكو، ف 100 ناقص اكس في 0.2 اللي نسبه مالته هنا نفسها هنا راح تكون نفسها هنا مثل ما قلنا، ويساوي لنا 0.1 مال ايزو بنتان مضروب في 88.9. بالحالتين راح يطلع كميه الاكس ما يفرق عادي. فانتم بكيفكم سووا ماتيريال بالانس وين ما كان نشوف به معلومات افضل. نجي هسه الى مثال 12.6 واللي هو البرج. طبعا هنا انا عندي تفائده يقول لك شلون ممكن انه نستغل احنا نحول الفحم الى مواد مفيده لنا اقتصاديه. فبواسطه هاي المنظومه دا يتفاعل سي او ويا 2H2 دا يتحول الى سي اتش 3 او اتش اللي هو الميثان. فعندك انت دا يدخل فيد اللي هو بالنسب نعطيك اياها اتش 2 والسي او والسي اتش 4 دا يدخل دا يمتزج مع مكسر جاي مال ريسايكل، ثم دا يدخل الى رياكتر دا يصير التفاعل بعد ما تطلع المواد بالسبريتر، ده تنفصل الميثانول العفو CH3OH من فوق ومن جوا جزء من عنده ده يطلع على شكل بيرج، قلنا حتى نتخلص من تراكم المواد اللي موجوده بالمنظومه مالتي، والجزء الاخر ده يرجع على شكل ريسايكل. نعطيك طبعا معلومات قايل لك نسبه CH4 اللي طالعه من السبريتر واللي هي في الحقيقه طالما اكو عندي سبليت او تفرع فهاي النسب نفسها هاي النسب نفسها هاي النسب. زين فعندي كم ال 3.2 مول بالمية اللي هو كمية ال CH4 على عفوا نسبة ال CH4 المولية، ونعطيني ال once through conversion. once through conversion هو نفسه ترى single pass conversion مبينه، يعني فتشي once through مع العبور من مرة واحدة، فهو single pass conversion نفسه اللي هو 18 لل CO. ما عندي ال overall conversion مو مشكلة. طبعا بهالحالة لما اريد اسوي ال overall balance لازم عندي اني
الكونفرجن مالتي ما عندي كونفرجن، في ايش حاله راح الجئ الى الاليمنت ماتيريال بالانس، واللي هو انا استعمله مثل ما قلت سابقا في حاله عندي تفاعل والمعلومات ما تكفي مالتي، فنلجئ للاليمنت اول شيء. فالاليمنت مالتي هو الاتش والسي والاو، عندي راح اسوي اول شيء للاثنين اتش اوفر اول اليمنت بالانس، فاقول 2 اتش ايش قد اكو 2 اتش داخل وايش قد اكو 2 اتش طالع. هنا انا اكو اتش 2 اللي هو نفسها 2 اتش تساوي نسبتها في الكميه الكليه، فراح تكون 76.3 زائد اكو بعد هنا اتش، اكو هنا اتش بعد هنا اكو اتش 4، يعني هي 2 من 2 اتش، فهي 2 في 0.2 زين، لانه هاي بالميه طبعا بعد ما اضربها في 100 راح تصير هاي 0.0002، فمن اضربها في 100 راح تصير 0.2، يساوي لنا الاوت اللي هو هذا زائد هذا. هنا الاتشات اكو اتشات هنا واللي هي في الحقيقه الكميه اللي بالاي، واللي هي اكو اربع اتشات، 3 اتش هنا واتش وحده هنا، فهي 4 في 2 اتش، فمعناها هي 2 في النسبه مال الماده اللي هي 100% واحد مضروبه في الكميه الكليه واللي هي الاي ما عندي، زائدا البي هذا مضروبه في البي الكميه الكليه مضروبه في نسب الاتش الى اخره. هنا ايش قد عندي اكو؟ عندي اتش هنا اللي هو قلنا هاي النسب نفس هاي النسب، فهنا اتش 2 فهي اكس زين، زائد سي اتش 4 اللي هي الزد، بس عندي 2 زد لانه 4 اتشات عندي هنا، فنختصرها ب 2 اتش. بالنسبه للسي، السي طاب هنا اكو هنا سي وهنا سي، ف عدد مولات السي هنا 1 في 32.5 زاد عدد مولات السي 1 في 0.2، الاوت عدد مولات السي هي 1 مضروبه في الاي، وهنا عدد مولات السي هي موجوده 2 اللي هي بي مضروبه في 1 مالت السي او مضروبه في الواي، زائدا 1 مالت السي اتش 4 مضروبه في الزد. بالنسبه للاو عندي كميه الاو اللي هنا او واحده بس، فهي 1 مول مضروبه في النسبة مالت المركب مالته اللي هي 32.5% مضروبة في 100 راح تصير 32.5 زين، باكو او داخل اضافي، فالاو الطالع اللي هو 1 او اكو، فواحد عدد المولات في 100% 1 مضروبة في الاي، زائدا او اكو واحد بس بالسي او اللي هي ام الواي، فبي مضروبة في الواي. صار عندي هذا الاليمنت بالانس، وعندي هنا طبعا مجموع النسب يساوي لنا 1، ووحدة من عندي المعلومة اللي هي الزيت مالت السي اتش 4، فنحل ذني سوية. قال هنا equation A اللي هي هذه ممكن نعوضها بالبي، بعدين راح نجي نعوضها بالF اللي هي آخر واحدة راح نسويها، فشوية حل رياضيات إرادها سمبل. هسا راح نجي للسنجل باس كونفرجن، راح نسوي نفس القصة اللي متعودين إحنا عليها اللي هي هذا المعين اللي هنسويه زين، راح نقول ال N ناقص out تساوي consumption، طبعا بالضبط هي نفس ال out يساوي N زائد N في الزيتة، بالضبط نفسها بس مجرد محول اتجاهات. فنجي الداخل من هنا بالنسبه للسي او، لانه عندي سنجل باس كونفرجن او الوانس ثرو كونفرجن مالته، السي او راح يساوي 32.5 الداخل زائدا ار في الواي مالت السي او، هذا الداخل هذا زائد هذا زين، يساوي لنا الطالع اللي هو هذا زائدا هذا، الطالع اللي هو الاي الاي ماكو بالاي سي او نهائيا بس سي اتش 3 او اتش ميثانول، وهنا أنا طالع موجود ب اي واللي هو اذا ينقسم الى قسمين اللي هو هذا زائد هذا، فش اقول؟ يا اما اسوي ماتيريال بالانس هذا زائد هذا يطلع لي هذا، يا اما مباشره اقول هذا هو اكيد هذا زائد هذا. فهنا الواي هي مضروبه في الكميه الكليه مالت هذا اللي هو بي زائد الار مجموع الاثنين، يساوي ان الان في الزيتا، الزيتا هي الكونفرجن مضروبه في عدد مولات الماده الداخله واللي هو الان هنا. نحل شويه رياضيات ونطلع كل المجاهيل، اعتقد الحل الماثماتيك بعد سمبل ما في شيء، يعني اعتقد الفكره صارت واضحه بالنسبه شلون لما احل ريسايكل، شلون اسوي الاوفر اول ماتيريال بالانس، وشلون اختار المنطقه اللي اقص بها والمنطقه الاكثر معلومات. هنا انا شوي حبيت اختصر اكثر، يعني ماكو داعي مثلا بعد كبرت ماكو داعي اسوي هنا ماتيريال بالانس يلا اطلع كميه اللي طالع من السبريتر زين، او حتى بالمثال القبله صارت الامور اوضح هسه شويه، وشكرا.